قال الإعلامي أحمد شوبير حول مشاركتك بحفل الفيفا بمصر: لا يجوز أن تتلخص حضارة مصر في الراقصة دينا. معقول أنت تشاركي بحفل الفيفا وفي شخص مثل عمرو دياب؟ ذكر كمان أنه في أشخاص معروفين مثل عمرو دياب كان فيهم يشاركوا وهن يمثلوا مصر ليس دينا. أساساً مش هم اللي اختاروني، مش اتحاد الكرة. مين؟ أنا جابوني من برة، يعني أنا الناس اللي بره هي اللي اتفقت معايا، انا مش من هنا، مش من مصر. جايبين رقصه راقصين من كل، ما هو الناس ما عرفتش هو ليه الراقصه دينا. ده ليهم الشرف عامه يعني انهم ينقوني من بره، انهم نقوا حد من مصر اساسا. هم جايبين من كل بلد 7 دقايق رقص، من تنزانيا و غانا وغينيا، وجايبين كمية فظيعة، وجايبيني أنا من مصر. فالحمد لله، يعني المفروض أنهم يقعدوا يقولوا هم كانوا جايبين رقص بس، ما كانوش جايبين غنى. ما حدش غنى تاني؟ لا لا، كانوا كلهم بيرقصوا رقص البلاد. في بقى منهم بيرقصوا ويعزفوا، وفي منهم بيرقصوا وبيغنوا، وفي منهم بيرقصوا وبيعملوا حاجات زي السحر كده، وانا كنت برقص ومزيكا طبعا. فكان ممكن جدا ما يلاقوش حاجه يجيبوها من مصر. فيعني انا شايفه انهم يحمدوا ربنا انهم لقوا راقصه في مصر.